كمان الأهرام قالت إن رجع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد ما انتهت أجازته عشان ينتظم في برنامج التأهيلي ويرد بشكل عملي على كل التقارير اللي خرجت لكلام أو اللي كانت بتشير إن هو عنده رغبة في الرحيل عن النادي الأهلي ورفضه العودة للقاهرة. أكد كمان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن مفيش أي عروض للمغربي في الفترة الحالية سواء من الصين أو من غير الصين، وقال كمان إن أزارو مهاجم متميز فنيا وخلقيا وهو حصل برضو على إذن عشان يسافر للمغرب عشان يقضي بعض الوقت مع أسرته، واتفق مع الجهاز الطبي على استكمال البرنامج التأهيلي خلال الفترة دي. وقال كمان عبد الحفيظ أن مؤمن زكريا لاعب الوسط قرب بشدة من الرحيل لأحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعد الوصول لشبه اتفاق على بعض الأمور المالية والتعاقدية. وشدد مدير الكرة على أن الدوري لسه في الملعب والنادي الأهلي اعتاد أن هو يقاتل ويلعب لحد الدقيقة الأخيرة وما بيرفعش ابدا رايه الاستسلام، وما تنسوش ان النادي الاهلي هو ملك الدقائق الاخيره. وقال كمان ان الجهاز الفني في حاجه لكل اللعيبه الحاليه بعد الاصابات اللي ضربت صفوف النادي الاهلي واخرها وليد سليمان واللي محتاج لاربع اسابيع عشان يرجع مره تانية للتدريبات. وقال كمان ان هو حسم المقعدين بتوع القائمه الافريقيه وده هيكون ان شاء الله مع نهايه الشهر، ومش هيستعجل الجهاز الفني في الموضوع ده تحسبا لاي اصابات خلال الايام اللي جايه عشان يكون الفريق جاهز لمواجهة سيمبا التنزاني والمقارنة ليها يوم 2 فبراير اللي جاي.